بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة، والحلقة الأولى في 2021، والحلقة تحت عنوان مصر 2021. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير وحب وسعادة ورخاء على مصر، بل على الدنيا كلها. مصر دائما وأبدا تثبت للعالم أن مصر بأقباطها، مسلميها ومسيحيها، كلهم على قلب رجل واحد. ما أجمل وما أروع أن ترى المعاملة الطيبة بين المسلمين وبين المسيحيين عبر العصور على أرض مصر الطيبة. أرادوا فتنة بين المسلمين والمسيحيين لم يستطيعوا، أرادوا فتنة بين الشعب والجيش لم يستطيعوا، أرادوا فتنة بين الشرطة والشعب لم يستطيعوا. إنها مصر بفضل الله ستبقى على مر العصور والأزمان نموذجا للسلم والسلام والأمن والأمان دائما وأبدا. مصر تضرب أروع الأمثلة في كل شيء جميل. ما أجمل الأشياء حينما يأتي عام جديد وترى الجميع في حب وفي سعادة وفي رخاء. لكني ناصحا نفسي بداية ثم للجميع أقول، إذا كان من عادة الشركات ومن عادة المؤسسات ومن عادة الهيئات مع نهاية عام وبداية عام يقومون بعمل ميزانية، أي مراجعة الحسابات الفعلية التي تمت في عام مضى، وعمل موازنة للعام الذي سيبدأ. ويمكن متابعينا ومن يعمل بالمحاسبة يعلم أن هناك فرق بين الميزانية وبين الموازنة. الميزانية هي مراجعة أشياء تمت بالفعل في عام 2021، الشركة ربحت كذا، خسرت كذا، مصروفات كذا، أمور تمت بالفعل، فهذه ميزانية. أما أمور مستقبلية لم تحدث، نتوقع أن يكون هناك الإنفاق في حجم المشتريات، الإنفاق في حجم الأجور، هذا توقع أي موازنة. إذا كان من عادة المؤسسات والهيئات بل والدول تقوم بعمل ميزانية لعام منصرم ثم موازنة لعام قادم. أكيد كل إنسان مننا برضو يراجع نفسه، يا جماعة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. انتهى عام بحلوه ومره، لم يعش في العام الماضي إنسان في بأس مستمر، ولم نرى أحدا عاش في سعادة مستمرة، وهذا قدرنا في هذه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس، من أصره زمان أساءته أزمان، فلا يغتر بطيب العيش إنسان. صحيح هناك هذا العام مختلف بسبب جائحة كورونا، كنا نرى احتفالات الإخوة المسيحيين في كل المحافظات، وكنا نرى المشاركة المجتمعية من الهيئات ومن الأحزاب ومن المنظمات تذهب إليهم في أعيادهم كما يفعلون هم معنا في أعيادنا. تلك هي مصر. إذا أردنا أن نتكلم عن روح الحب والتعاون بين المسلمين وبين المسيحيين، كما بدأت بداية بين أقباط مصر، وكلمة قبطي تعني مسلم ومسيحي، كل مواطن على أرض مصر يشعر بالمحبة تجاه الآخر. إذن لابد وأن يكون معنا خير من يمثل هذا الشعب القبطي، أي الشعب المصري، معالي المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية. معالي المستشار السلام عليكم. أهلا يا دكتور. ازيك دكتور؟ وحشني قوي. الله يخليك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بألف خير، ومصر كلها بخير يا رب إن شاء الله. وحضرتك ومصر كلها والسيد الرئيس والدولة كلها بخير، وإخواتنا المسلمين حبايبي كلهم بخير. معالي المستشار، دائما شعب مصر يضرب أروع الأمثلة في المناسبات الدينية،
ماذا تقول عن هذه المناسبة ورأس السنة في هذا العام رغم عدم الاحتفالات؟ في الحقيقة كل عيد بيكون عبارة عن يعني ألفة وجمال من كل ملاك الدولة، بدءا من السيد الرئيس وأيضا أصحاب الفضيلة شيوخ الأزهر والأوقاف وكل أحزاب الشعب. في الحقيقة إخواتكم والكاتدرائية بيكون مليئة عن آخرها، لكن للأسف السنة دي بسبب ظروف الجائحة مش هيكون فيه قداس غير في البيت الأنبا شوي، لكن أنا أعلم يقينا أن كل مسلما أخا حبيبا يريد أن يهديني ويريد أن يأتي ويريد أن يحضر بنفسه ويقبلني ويقول لي كل سنة طيب، وأنا بشكره على الهواء دلوقتي وبقول له أنت في قلبي أخويا، أنت مش مسلم ولا مسيحي، أنت مصري حبيبي أخويا في قلبي من الداخل، لحمي من لحمك وعظامي من عظامك، وكل شيء أكلنا وشربنا وتعبنا وتألمنا وفرحنا كلنا معا. معالي المستشار، مع بداية الأسبوع الأول من 2021 ماذا تقول للشعب المصري؟ أقول يعني هناك أمل، يعني دائما تأملوا الأمل، لأن المسؤولين في الوزارات والصحة والحكومة قالوا هناك يعني أمل كبير جدا جدا في يعني تلافي هذه الجائحة، وأيضا السيد الرئيس رغم أن هذه الظروف الصعبة ما من يوم إلا أن يتابع المشروعات القومية جنبا إلى جنب إلى جانب اهتمامه وصحة الإنسان. الحقيقة السيد الرئيس جد المثل والقدوة، يعني الحقيقة نحن ثاني اقتصاد في العالم رغم جائحة كورونا، المؤسسات العالمية بتقول إن مصر ثاني اقتصاد نامي في العالم. تمام. أنا بقول أبشروا يا مصريين، ربما يعني الغمة تذهب والجائحة تذهب وتعود مصر إلى أكثر مما كانت عليه. معالي المستشار نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية، شكر لحضرتك، كل عام وحضرتك وكل أقباط مصر مسلمين ومسيحيين لهم منا كل التحية والسلام. هذه هي مصر تعبر عن نفسها دوما وتعطي رسالة لمن لم يفهم، مصر أكبر منك ومن تفكيرك، مصر بأهلها قادرة أن تواجه كل التحديات، مصر 2021 رغم الجائحة التي أحاطت بالعالم كله أقعدت الاقتصاد العالمي، إلا أن مصر بإذن الله تنمو بفضل ربها وبفضل مخلصيها وبفضل قادتها وبفضل كل من كان محبا في عمله، مصر قادمة. مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا مصر تضرب أروع الأمثلة، تلك الكنيسة تحدث مستشارها المستشار نجيب جبرائيل، لكن مصر دائما وأبدا بلد الأزهر بلد الكنائس. معنا على الهواء مباشرة الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم فضيلة الشيخ. طيب ممكن تصل مرة تانية لو تكرمت. دائما مصر تضرب أروع الأمثلة في كل شيء، في أعيادها، في مواقفها، في تفكيرها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الشعب المصري حير العالم كله. تخيل الشعب المصري يبكي ويضحك في آن واحد. الشعب المصري تراه في كل الظروف شعب زي ما بيقولوا كده عنه أبناء نكتة، في كل المواقف تلاقي له موقف كده جميل، موقف مضحك. ومن الأشياء الجميلة يعني هذكرها، يعني بقول لك إن طبيب اتخرج جديد وحب يشتغل، فعلق يافطة دكتور فلان محدش راح له، دكتور لسه جديد، فهل أكمل دراسة وأبحاث؟ وبالفعل بدأ يقرأ، محدش بيجيله. اتعلم وصفات طبية، محدش بيجيله. فعرف إن الشعب المصري شعب بتحفكاها، يعني بيحب المواقف كده الملفتة للنظر، فقال خلاص أنا هكتب يافطة أعلق كده على المستشفى على باب العيادة إن أنا أعالج أي مريض بإذن الله طبعا، واللي العلاج ما يجيبش نتيجة معاه ياخد الكشف بتاعه مضاعف، دفع 10 ياخد 20، دفع 50 ياخد 100، دفع 100 ياخد 200. واحد من الناس بقى اللي متعودة تضحك وتاكل بالبيضة والحجر وتلعب بالبيضة والحجر،
حد كده شيء الإعلان موجود؟ قال لا والله ده دكتور طيب صحيح. طب ما أنا هضحك عليه هضحك عليه. دخل ليه الكشف تدفع 10 تاخد 20، تدفع 50 تاخد 100. قال أنا هدفع 50 عشان عايز ياخد 100. دفع 50، دخل على الدكتور. الدكتور بيقول له خير في عندك إيه؟ قال له يا دكتور أنا حاسة الشم عندي، التذوق عندي منتهية، مفيش تذوق خالص، لا عارف إذا كان حادق مر ملح مش عارف سكر مش عارف أي حاجة خالص، حاسة التذوق عندي منعدمة. فالدكتور قال له يعني منعدمة نهائي ولا شوية ولا نص ونص يعني؟ قال له مفيش صفر. فالدكتور قعد على الكرسي وقال الممرض عنده هات لي برطمان 7. فالممرض جاب له البرطمان، الدكتور فتح البرطمان مسك معلقه وقال له يا ابني حاسس التذوق منعدم نهائي خالص يعني ولا نص ونص؟ قال له يا دكتور منعدم مفيش حاجه خالص. الدكتور اطمن، اخذ معلقه كبيره وحطها ببقه. صاحبنا صرخ، برطمان شطه. قال له يا دكتور ايه ده؟ قال له في يا ابني؟ قال له شطه يا دكتور؟ قال له مش بتقول مفيش حاسس التذوق؟ طب الحمد لله العلاج جابني، اتفضل اهو. صاحبنا عشان متعود يضحك على الناس كلها طلع متغاص، قال لا هخسر كده وامشي ادفع 50 جنيه؟ لا والله ما اعديها. راح تنكر ورجع مره تانيه، دخل على الدكتور خير عندك ايه؟ قال لي يا دكتور انا فقد الذاكره. اسمك ايه؟ ما اعرفش. منين؟ انا فقد الذاكره مش فاكر اي حاجه خالص. الدكتور طب ما نحاول نفتكر مع بعض كده اي مواقف. قال لي يا دكتور انا فقد الذاكره اصلا. قال له طيب ماشي. نادى على الممرض قال له هات لي برطمان 7. صاحبنا قال له شطه تاني يا دكتور؟ قال لي يا ابني ما انت مش فاقد الذاكره الحمد لله اهو. ده اسلوب ناس اللي عايزه تبدا العام تضحك على الشعب المصري. معنا على الهواء مباشره الاستاذ علي من الفيوم، السلام عليكم. يا ريت يا استاذ علي لو سمحت لو سامعني اسمعني من التلفزيون ومن التليفون ووطي التلفزيون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا استاذ علي. يا ريت يا دكتور تديني نصيحه بس بسيطه كده عشان بس ما تصروش علي الخط. اتفضل حضرتك. حضرتك انا نفس اللي بعمله دلوقتي نفس الدكتور اللي عمل مع الراجل. انا متابع جيد لنفس القناه وكل اسبوع بتصل فريق الاعداد يقول لي الدكتور رمضان هيكلمك بعد الهوا، وحضرتك برضو مره قلت لي هكلمك بعد الهوا. طب ده عليك الاعلام المصري و طب يا ريت طب معلش يا سعد يا ريت الكنترول ما يفصلش على عم علي ومع حضرتك لحد ما تقول لي انا خلاص. اتفضل حضرتك. اولا اسمي عبد الحميد ابو عزوم من مركز قصه محافظه الفيوم. عبد الحميد وليس علي. ايوه ماشي الاستاذ عبد الحميد مركز قصه. لان كل ما اقول لهم الاسم ما بيدخلونيش ويقولوا لي بعد الهوا يكلمك الدكتور رمضان ومحدش بيكلمني. طيب عامة حاج عبد الحميد انا معاك اهو لحد ما اتكلم وبعدين اشوف الموضوع اللي تقول عليه ده. اتفضل حاج عبد الحميد. حضرتك كنت كلمت حضرتك من حوالي 3 شهور على جمعيه صناع الحياه في الفيوم انها من 2016 وعادتني انها تسلم لي تليفيكس وجو عملوا عليا هنا بحث في البيت وشافوا حالتي وعملوا لي تحليل مخدرات ومضوني عندهم على استماره وفي الاخر من 2016 لحد النهارده ما سلمونيش حاجه. صناع الحياه؟ صناع الحياه. تمام ماشي. اتفضل. الاستاذه ايمان اللي هي بتاع التضامن الاجتماعي لما رحت قدمت للسيد المحافظ طلب بمساعده حولني عليها وعملت على الرقم الساخن اللي هو بتاع مجلس الوزراء، فردت على مجلس الوزراء قالت لهم بالبحث تبين ان المشتكي يستحق معاش وقد سجل في معاش تكافل وكرامه وانا ما سجلتش في معاش تكافل وكرامه. تمام. ضيعت عليا كل شيء الاستاذه ايمان مع جمعيه صناع الحياه. تمام. الدكتور احمد الانصاري موعدني من شهر 2 اللي فات، ادي احنا دخلنا في سنه، انه الجمعيه دي تسلم لي تليفون. انا مش عارف اوصل للدكتور احمد الانصاري، مع احترامي راجل شغال والاستاذ محمد عماد راجل شغال 100%. تمام. لكن انا مش عارف اوصل لهم. تمام. الجمعيه كل ما امشي ويوصلك انت عليك ديون، لا انا سددت الديون بس ما عنديش حاجه اشتغل عشان اوقف. انا طلعت عيالي من المدارس لاني ما عنديش حاجه. فشوفوا لي حل، انا ما عنديش حاجه، ما عنديش حاجه اكل عليها عيش. طب انت ما فيش اي حاجه وراجل سكري 500 وعندي صدفيه مزمنه في ايديا وفي رجليا.
اجيب لي عيالي ده منين؟ انا احيانا بفكر والله لو انا ابيع لبيح. طب حاج عبد الحميد كده خلصت ولا في حاجه تاني حضرتك اتكلم انا؟ خلصت. انا شاكر طبعا لاتصالك، بنعتذر عن اي تقصير ولكن غير مقصود. باذن الله تعالى سيب لي رقم حضرتك في الكنترول، هتواصل معاك ما كانش النهارده بعد الهوا هيكون بكره. بالنسبه للدكتور احمد الانصاري، دكتور محمد عماد نائب المحافظ، دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد النائب محافظ الفيوم، اعتقد ان شاء الله هيكون في تواصل معاهم بكره بخصوص هذا الامر. الاستاذه ايمان يعني علمي بها ما شاء الله شغاله، ربما في حاجه ناقصه في اوراق، هنتابع برضو مع الاستاذه ايمان، وان شاء الله الاستاذ عبد الحميد بكره هيكون بينا تليفون، بس كنترول يحتفظ برقم الاستاذ عبد الحميد بعد الهواء ان شاء الله نتواصل معاه. معنا فضيله الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معالي الدكتور. اخبار حضرتك؟ نعم والله الحمد لله يا فندم. يا رب دايما ان شاء الله. معالي الدكتور، بدايه عام جديد، بنقول يا رب يكون عام خير وسعاده على كل اقباط مصر، على مسلمين ومسيحيين مصر، يكون هذا العام بدايه خير وحب ورخاء وسعاده ورفع لهذا الوباء والبلاء والغلاء. فضلت الشيخ، ماذا تقول في هذه المناسبه؟ أول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين وكل المسلمين وكل المصريين، كل عام ونحن جميعا بخير وصحة وسعادة يا رب العالمين وفي أحسن حال يا رب، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. أمين يا رب. وأن يكشف الغمة عن المسلمين وأن يهيئ للأمة أمر رشد يا رب العالمين. أمين يا رب. عايز أنا أقول حاجة، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين جميعا، صلى الله أرسله للنصارى وأرسله لليهود وأرسله للكفار حتى للحجر والشجر، صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. لما نيجي صلى الله عليه وسلم نشوف لما هاجر لمكة، من مكة للمدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قالوا ما لما سأل عن هذا اليوم لماذا تصومون، قالوا هذا يوم نجى الله فيه سيدنا موسى أو موسى من الغرق، قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم. تمام. فالإسلام العظيم يقدس جميع الأنبياء. تمام. معصومون جميعا، سيدنا عيسى وسيدنا موسى والبتول العذراء مقدسة عندنا في القرآن العظيم سورة باسمها سورة مريم، وسيدنا عيسى يذكر عندنا في القرآن تكرارا مرارا وتكرارا. فالإسلام العظيم قدس جميع الأنبياء. تمام. وعظمهم ورفع من شأنهم، بل من يتعرض للإساءة من الأنبياء من المسلمين يكون قد خرج عن ملة الإسلام. من المسلمون الذين يتعرضون للسيدة مريم يخرجون من الملة لو تعرضوا لها، وكذلك لسيدنا عيسى وكذلك لسيدنا موسى. فرسالة الإسلام للجميع للبشرية رسالة السماحة والمودة والمحبة. الميلاد ميلاد عيسى عليه السلام سيدنا وتاج رأسنا، سيدنا عيسى عليه السلام. ميلاده كميلاد سيدنا محمد، صلى نحتفي الله بميلاد سيدنا محمد كذلك نحتفي بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. فنحن أولى بموسى من وأولى بعيسى من أي شخص آخر، لأن إسلامنا وديننا يأمرنا بذلك. تمام. نقول لكل المصريين كل عام أنتم بخير. نقول للمصريين في هذه الظروف أن نترك الخلافات، فديننا جاء ليجمعنا. تمام. ديننا جاء ليوحدنا. تمام. في هذه المحنة التي تمر بها أو يمر بها العالم كله لابد وأن نترك هذه الأمور التي تضع أو تزرع البغضاء والشحناء فيما بيننا. الآن الطبيب القبطي يعالج المسلم من كورونا. تمام. الآن مستشفى الأقباط يفتح بابه للكشف عن كورونا. تمام. وكذلك فماذا نقول؟ هل هناك رسالة أفضل من ذلك؟ بأن نقول بأن المصريين كلهم يد واحدة، وهذه الفتنة يزرعها من يريد للمجتمع المصري أن يفرق وأن يمزق.
لا يستفيد منها إلا المغرضون. مصر دائما وأبدا يدا واحدة. من المستفيد عن تفريق الأمة وعن تفريق مصر وعن تفريق أبنائها؟ هؤلاء المفسدون في الأرض. وبالتالي رسالة للعالم الأجمع، مصر يد واحدة، ابتعدوا عن مصر، ارفعوا أيديكم عن مصر، فمصر يد واحدة، جميعهم كل فئات المجتمع يد واحدة. فضيلة الشيخ كلام جميل طيب جدا، لكن اسمح لي برضو بسؤال تاني. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، والأعمار الله حددها. نعم. طيب كورونا ومن يخطفه الموت أو من يصيبه الموت، كيف نتعامل مع قدر الله مع الأخذ بالأسباب؟ هل الأخذ بالأسباب تغني؟ هل أخذ بالأسباب؟ لا أخذ بالأسباب. أريد رأي حضرتك هذا الأمر. تمام. أولا أخي الحبيب، من لم يمت بكورونا مات بغيرها. تمام. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تمام. كلام أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم، فمن لم يمت بكورونا مات بغيرها، لكن نقول لمن يموت بكورونا أنت شهيد عند الله عز وجل. فضلت الشيخ فضلت، معلش قبل ما أعدي الحتة دي، ربما يفهم البعض أن خلاص طالما الموت محدد محدد، لا أخذ بالأسباب بقى، لا كمامة ولا أي شيء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنزل الله داء إلا وأنزل له الدواء. أمرنا صلى الله عليه وسلم نأخذ بالأسباب في كل أمور الدنيا، أمرنا أن نعقلها وتوكل، يعني نأخذ بالأسباب ثم بعد ذلك نتوكل على الله عز وجل. يعني والله عز وجل هو الشافي ونعم بالله. أما أن نتواكل أو أن نقول أنا يعني أخذت العلاج أو لم أخذ العلاج سأموت، لا، هذا 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 كلام بعيد عن الإسلام. وهذا ما أردت توضيحه للعامة الشعب، أن الأخذ بالأسباب من الدين، ارتداء الكمامة، الابتعاد عن الزحام، هذا من الدين. كل هذه الأمور أمرنا بها إسلامنا العظيم، أن نأخذ بالأسباب في كل شيء ثم بعد ذلك نتوكل على الله. قضية بقى كورونا والله الذي لا إله غيره هي منحة من الله عز وجل، وإن كان ظاهرها العذاب ففي باطنها الرحمة. كورونا توحدنا، كورونا تخفف عنا ذنوبنا من عند الله عز وجل. الله عز وجل وحبيبنا يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الله عز وجل يقول ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الابتلاء، لابد من المحنة حتى يميز الله الخبيث من الطيب، ليميز المؤمن القوي من المؤمن الضعيف. هناك عندما يبتلوا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا، طالما أنك في سعادة وفي رغد فأنت تعبد الله. عندما تبتلى، يا رب أضاقت الدنيا ألم يعد فيها غيري، فالله يبتلينا ليظهر صاحب الإيمان القوي من الإيمان الضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وممكن فضلت الشيخ برضو، معلش معذرة للمقاطعة، ممكن اختبار برضو للأغنياء، ماذا تقدمون في جائحة كورونا؟ في كل شيء اختبار لكل الناس. هذا ابتلاء نزل علينا جميعا ليميزنا الله عز وجل، ليميز الغني وليميز الفقير وليميز المصاب وليميز الطبيب وليميز أجهزة الدولة أيضا. يعني الكل في اختبار وفي ابتلاء، ينجح فيه من ينجح ويرسب فيه من يرسب. نمد أيدينا ونقول للأغنياء اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، ومدوا يد العون للفقراء. المستشفيات الآن تعاني من نقص الأكسجين، المستشفيات تعاني، والأطباء الآن يقفون على أرجلهم 24 ساعة طوال اليوم. تمام. نسأل الله أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يأخذ بأيديهم يا رب العالمين. أقول للفقراء اتقوا الله في أنفسكم، في أموالكم، في أولادكم. كورونا لا تفرق بين غني وفقير، وبين مسؤول ومدير، وبين سائل ومسؤول، لا تفرق بين الجميع. نسأل الله عز وجل أن يسلطها على المفسدين في الأرض، ونسأل الله أن يخفف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين يا معالي الدكتور. يا رب. فضيلة الشيخ يحيى عبد المعين من علماء الأزهر، شكرا لحضرتك. يمكن فضيلة الشيخ استفاد في جزئية الناس كلها
ربما بتبقى في حيرة من أمرها. طيب إذا كان الأجل محدود ولو همد في توقيت معين لن يتقدم ولن يتأخر، خلاص بقى سيب الأمور وامشي بقى بدون أخذ بالأسباب. فده الشيخ وضح لك لا، من الدين الأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، ارتدي الكمامة، ابتعد عن الزحام، استخدم المطهر، أفضل مطهر هو الماء، الماء طهور، اعتاد وتعود دائما، كلما سانحت لك الفرصة، كلما تهيأ لك الماء اغتسل، يعني اغسل يديك، استنشق، اغسل وشك، هذا كل من باب الأخذ بالأسباب. فضلة الشيخ برضو يحيى وضح أن كورونا ما بتفرقش بين طبيب ومريض، ما بين مسؤول وإنسان عادي، بين مسلم وبين مسيحي، وذكر نموذج مصري جميل لما يكون مستشفى الأقباط تعالج مسلمين أو طبيب قبطي أو مسيحي يعالج مسلم، أو العكس طبيب مسلم يعالج مسيحي. هذه مصر وهذه روعة مصر، نحن في ابتلاء لا ننكر هذا الأمر، لكن ربما كان البلاء والابتلاء فيه منحة من الله سبحانه وتعالى. فضلت الشيخ ذكر توحيد الصف، احنا شفنا في بداية الأزمة الأولى يا جماعة الشباب في القرى كانوا عاملين مجموعات وبينزلوا لتطهير ويساعدوا الناس، ليه اختفت الفترة دي؟ ولا الحاجة في أولها الغربال الجديد ليه الشدة وبعد كده بنبدأ نريح؟ لا يا جماعة، المرة دي أصعب من الأولى. صحيح الدول تقدمت وعرفت تعالج، عشان كده ممكن عدد الأموات قل بقدر الله سبحانه وتعالى، مع بدأت الناس نفسيا كلمة كورونا ما بتهزش الإنسان مثل الأول. الأول كان لما حد يسمع فلان عنده كورونا كان بيكبر عليه 4 تكبيرات في سره، دلوقتي خلاص عنده كورونا ويشفى وعائلة بالكامل تشفى، وعندنا نماذج كثيرة جدا شفاها الله وعفاها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي وأن يعافي كل مريض وكل مبتلى. كل إنسان مننا يا جماعة بيمر بظروف معينة، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى، وقت الرخاء اشكر الله سبحانه وتعالى وأدي الشكر بهذه الرخاء وهذه النعمة، سواء كانت صحة علم مال، وإذا قدر الله في ابتلاء اصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى. دعائي بالشفاء العاجل لكل مريض وللزميل وائل الإبراشي، وأتقدم بخالص العزاء وأسرة برنامج مع القادة تنعي الأخ العزيز الزميل الأستاذ خالد الناقر المدير المالي للقناة للفقيد الرحمة وللأسرة الصبرة والسلوام، كما تتقدم أيضا أسرة برنامج مع القادة بخالص العزاء لأسرة الأستاذ وحيد حامد عمود الدراما المصرية للفقيد الرحمة وللأسرة الصبرة والسلوان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، وأن يرفع الهم عن المهمومين، وأن يرفع الحزن عن المحزونين، وأن يقضي الدين عن المدينين. مشاهدينا الكرام، كلنا تابعنا الفترة اللي عدت دي وشفنا تأجيل الامتحانات بعد الاستعداد التام لها، وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي منذ أسابيع أو منذ أيام قالوا أن ما فيش تأجيل والامتحانات في ميعادها. منذ أيام قليلة تم الإعلان عن تأجيل الامتحانات لبعد الدراسة، أو عفوا بعد الأجازة. لما حب نتكلم عن الملف ده تعودنا ببرنامجنا إن إحنا بندي العيش لخبازينه، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أردنا أن نتكلم عن ملف التعليم لابد وأن نذهب إلى قادة من قادة العلم والتعليم في مصر. معنا على الهواء مباشرة النائبة الأستاذة الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التعليم، ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا. معالي الدكتورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور رمضان، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك عاملة ايه؟ حضرتكم بخير. كل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بألف خير. الحمد لله يا فندم، كل سنة وانتم طيب. طيب يمكن فصل. طب حاولوا مرة تانية مع الدكتورة ماجدة نصر عشان مهم جدا جدا مداخلتها. فبنقول يعني القرار التأجيل اللي تم ده، يا ترى هيبقى في امتحانات ولا الرؤية ما ضاعتش، هيكون في أبحاث
ولا الطلبه هيمتحنوا اونلاين، والامور كتيره جدا جدا احنا مش عارفينها. الحاجه الثانيه، المصروفات الدراسيه هيتم دفع الترم كاملا الترم الثاني ولا لا؟ يمكن المدارس الحكوميه مش هتشعر بالازمه دي كتير، لان شبه مجانا ان لم تكن مجانا كاملا. يعني المشكله تجينا في التعليم الخاص والرسوم الدراسيه التي مقرره على كل طالب. لما يكون اولادك في تعليم خاص واخذوا الاجازه، ايه الحل؟ هتدفع وهتدفع المبلغ كاملا ولا ايه الوضع هيكون ايه؟ عشان كده لازم تكون الدكتوره ماجده نصر معنا على الهواء ونستفسر منها عن هذه الامور. رجعت مره تانية معنا معالي الدكتوره ماجده نصر. سياده النائبه السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. كنا بنتساءل معالي الدكتوره توقف المدارس والجامعات. هل هناك رؤيه ان كل الامتحانات بعد الاجازه امتحانات تحريريه اونلاين ابحاث، ولا لسه هذا الامر لم يدرس بعد؟ تمام. هو بدايه يعني كل القرارات فتره الكورونا هي قرارات وقتيه مصاحبة للحالة الصحية ولمعدلات انتشار المرض. تمام. وبالتالي يعني هنا التغير في الرأي ده طبيعي جدا، لأن احنا في بداية الموجة الثانية وزيادة لاحظنا زيادة المعدلات انتشار المرض بشكل كبير الحقيقة كانتشار. ولكن الفرق هنا ان في زيادة وعي، زيادة في بدائل التعليم، بحيث ان ابتدى الموضوع الاول برفع الغياب واجازة للفترة الباقية من الدراسة واستكمال جميع مقررات من المنزل بنظام تعليم عن بعد بقنوات تعليمية بكل البدائل اللي طرحت قبل بداية العام الدراسي. تمام. وبالتالي يبقى يعني العملية التعليمية ماشية لحد انتهاء الفصل الدراسي الأول. بالنسبة للامتحانات تم تقريرها ان هي هتبقى بعد اجازة نصف العام، يعني منتصف فبراير. وبرضو هذا القرار ليس نهائي، بمعنى بتوقف على الحالة الصحية برضو. تمام. لكن الشيء المؤكد اللي يمكن أكده سواء تعليم عام دكتور طارق شوقي أو الدكتور خالد عبد الغفار تعليم جامعي، إن لابد أن يكون في امتحانات. ليه برضو؟ ليه ما فيش البدائل اللي طرحت في أول الكورونا، أبحاث أو انتقال مثلا للسنة اللي بعديها بدون امتحان؟ لا، لأن ممكن ده يجوز فصل دراسي واحد. تمام. ده مش هيؤثر على مستوى الطالب مستقبلا لما يوصل لثانوي، لما يتخرج ويروح الجامعة مش هيأثر عليه، لكن لو تكرر هيأثر على مستوى الطالب، بحيث إن هيبقى فيه كم كبير. نعم يا فندم. سيادة النائبة، يعني شيء جميل جدا حضرتك قلت القرارات ربما تتغير، لان القرارات أيوة وقتيه، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن لابد امتحانات. هيبقى في امتحانات ممكن تؤجل لنهايه العام، نهايه العام ويبقى امتحان واحد، ولكن ده برضو لسه مش شيء مؤكد. لكن اللي مؤكد ان هو هيبقى في امتحانات، توقيتها هيتوقف على الحاله الصحيه ومعدلات انتشار المرض. سياده النائبه، انا هحتاج حضرتك بس بعد الفصل وهرجع لحضرتك تاني في استفسارات مهمه. مشاهدينا الكرام، فاصل خلاص. ثم نرجع مره ثانيه. شكرا. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل كان معنا الاستاذه الدكتوره ماجده نصر، عضو مجلس النواب لجنه التعليم ونائب رئيس جامعه المنصوره، وهي معنا ايضا على الهواء مباشره. معالي الدكتوره السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، انا مع حضرتك. حضرتك اكدت لنا ان شاء الله ان في امتحانات. حتى لكن توقيتها يعني حاليا لو لم يجد أي جديد في زيادة لمعدلات المرض هتبقى بعد انتهاء أجازة نصف العام اللي هو منتصف فبراير. تمام. لكن لو جد جديد ممكن تؤجل لآخر العام. طب معالي الدكتورة، سؤال بقى وصل للبرنامج من عامة الشعب. أيوة. بيسأل، طيب في حالة إن ما يكونش فيه ترم تاني، أولياء الأمور هيدفعوا المصروفات كاملة؟ أولياء الأمور إيه؟ بيسألوا هيدفعوا المصروفات كاملة؟ الموضوع ده الحقيقة منتهي لسبب واحد، العملية التعليمية سارية، ولكن طريقتها هي اللي بتختلف، ما هياش بالحضور لكن هتبقى بنظام تعليم عن بعد، ودي فيها مجهود كبير. تجهيز المحتويات لهذا النظام فيها مجهود كبير،
فعشان كده المصروفات سوف تدفع. برضو لو هي مدارس خاصة هيبقى بس كل الموضوع في تخفيض رسوم الأتوبيسات المدرسية، لو في أنشطة، لو في حاجات جانبية فقط يعني. ولكن في المقابل المدرسة ملزمة بتكملة رواتب المدرسين العمال. ده لازم، ده أساسي. ما عشان كده العملية التعليمية سارية، وهذه المصروفات بتصرف على كل الأمور الخاصة بالمدرسة من رواتب وصيانة وتجهيز الحاجات اللي هي عن بعد وإنترنت وكل هذه الأمور. معالي الدكتورة، برضو يعني حضرتك يعني شيء أساسي في التعليم المصري الجامعي، مجلس نواب، لك رؤية مستقبلية، عايزين من حضرتك نصيحة لأولياء الأمور والطلبة في مصر عندنا في هذه الأزمة، كيف يتعاملون؟ الحقيقة في الأزمة ديت في نقطتين مهمين جدا، وهي الجانب الصحي والالتزام الشديد، وما نقولش ان الكورونا خفت او ما خفتش او راحت، فده جانب الحقيقه هام جدا جدا، لان هذا النوع من المرض مش بيؤذي الشخص نفسه ولكن بيؤذي اسر باكملها. تمام. وانتشار سريع جدا جدا. يعني اولياء الامور الحقيقه الاحظ ان بعض اولادهم بيبقوا في سخونيه، في كحه، في بوادر حتى لو برد وساعات كورونا، وبرضه يقول لك لا انا هودي ابني الامتحان او المدرسه او حاجه. فهنا النقطه دي هامه جدا جدا جدا. النقطه الثانيه اللي بالتوازي الجانب التعليمي، يعني احنا خلاص جربنا موضوع التعليم عن بعد، وفي المرحله القادمه على الاقل هذا العام هيبقى نسبته عاليه، فلازم يبقى في استجابه ومتابعه اولادهم بان هم يعني يحرصوا على موضوع التعليم عن بعد وتلقي الدروس بهذه الطريقة، ما يهملوهاش، لأن ده ممكن يؤثر على المستوى التعليمي فيما بعد. وكذلك القنوات التعليمية لابد أن كل أولياء الأمور يتابعونها. أيوة يتابعوها. وأولياء الأمور في يعني أمور كثيرة خاصة ببعض الأدلة اللي تساعدهم في ذلك. الأستاذة الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب لجنة التعليم ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا، شكرا لحضرتك. زي ما شفنا تأكيدات الدكتورة ماجدة أن في امتحانات بعد العودة بعد 15/2 إن شاء الله عليكم بخير. بتقول نصائح أولياء الأمور والطلبة متابعة القنوات الفضائية والوسائل التعليمية، بتأكد أن رواتب الموضوع ده مهم جدا جدا، المدرسين والعمال في كل المدارس الخاصة، طبعا أنا بتكلم المدارس الحكومية أوكي مفيش مشكلة، المدارس الخاصة، إدارة المدرسة، أصحاب المدرسة، القائمين على أمر المدرسة ملزمون بدفع الرواتب الشهرية. إذا في شكوى على مستوى الجمهورية في أي مدرسة خاصة في أي محافظة يتواصلوا مع برنامج مع القادة، لأن ملزمة كل مدرسة بدفع الرواتب الشهرية. أكيد برضو الدكتورة ماجدة إن هيكون في دفع المصروفات ربما تقل في المدارس الخاصة بعض الشيء مقابل الباصات أو مقابل الأنشطة التي تحدد من قبل إدارة التربية والتعليم في كل محافظة. مشاهدينا الكرام، يمكن برضو مصر ولادة في كل أيامها واكتشافاتها. لما تخرج علينا جريدة البيان وتقول لنا خبر جميل، قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إعادة فتح مقبرة الملك رمسيس الأول بمنطقة وادي الملوك بقبور ملوك مصر القديمة غربي مدينة الأقصر. وقام وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني بزيارة المقبرة التي تحمل رقم 16، وتفقد ما تم من أعمال ترميم وحماية الذي يضم مومياء الملك رمسيس الأول قبل تعرضه للسرقة قبل عقود مضت، حيث غابت عن مصر على يد لصوص ومهربي الآثار المصرية القديمة منذ عام 1860 إلى أن عادت لمصر مجددا في عام 2009، ما يقرب من 150 عام أو 149 عام. إذا حبينا نتكلم عن هذا الأمر لابد وأن نذهب إلى كبير الأثريين المحترم الأستاذ مجدي شاكر معنا على هوا مباشرة. السلام عليكم أستاذ مجدي. دكتور أنا بحيي حضرتك وبحيي الشعب المصري كله كل سنة، وإخواننا يعني ما نقولش شرقاء الوطن، إخواننا بكل سنة هم طيبين وداخلين على أعياد الميلاد، فكل سنة ومصر وكل المصريين بخير يا رب. وحضرتك والأسرة الكريمة ألف خير مجدبي.
حبينا نعرف من حضرتك قصة الآثار المصرية وإعادة افتتاح مقبرة الملك رمسيس الأول. أنا بس عايز أقول لأولادنا رمسيس الأول أو كل مشاهدين حضرتك، رمسيس الأول ده كان مؤسس الأسرة ال 19 ودي كان قائد عسكري جميل أرجوك عن هذا الرجل، لأن للأسف كانت حصلت بعد إخناتون فوضى دينية، وأنت عارف حضرتك كان اهتمام إخناتون بالدين أكتر من السياسة. تمام. فجالنا الملك رمسيس الأول أعاد زي بيقولوا النصاب إلى، كان راجل قائد عسكري شجاع جدا، أعاد زي بيقولوا إيه مصر إلى أول الطريق، وأسس لنا الأسرة 19 اللي فيها الملك المشهور بتاعنا الملك رمسيس الثاني اللي هو فتح حتى منطقة الحسينيين في بلاد العراق والشام. تمام. وعمل مقبره في منطقه وادي الملوك اللي ارجو كل مشاهدين حضرتك ما فيش سياحه خارجيه كتير استناد عشان كورونا، احنا داخلين على اجازه السنه مع بعض الاجراءات الاحترازيه، ارجوكم روحوا اعملوا رحلات للاقصر واسوان ونشاطوا السياحه وزوروا منطقه وادي الملوك، لان المقبره دي موجوده في وادي الملوك اول ما حضرتك تخش على ايدك اليمين، او هي اول مقبره في منطقه وادي الملوك، هنجد 64 مقبره اسمه كده وادي الملوك، هنزور مش كلها طبعا مفتوحه ولكن هو وادي الذهب مش وادي الملوك، لان في مجموعه من المقابر لاجدادنا الملك تحتمس الثالث، الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الاول، وبالتالي هي منطقه ادعو كل الناس ان يزوروا هذا المكان. وادي الذهب. في الاطار ده برضه يا فندم امبارح السيد الوزير فتح لنا او اعاد افتتاح لمنطقه الكباش. تمام. اللي هي في منطقه معبد الكرنك، ودي كانت حاجه جميله جدا، ارجوكم روحوا زوروا لهذا المكان اللي هو معبد الكرنك، اللي هو نفخر ان عندنا معبد واحد 65 فدان، تخيل حضرتك. 65 فدان؟ اه والله يا فندم، معابد الكرنك اسمها كده معابد الكرنك 65 فدان، حضرتك هتشوف تاريخ مصر ممثل في بقعه من اهم الاماكن، عشان الناس اللي بتقول لحضرتك مصر كده تلت اثار عالم، اقول لهم يا جماعه تلت ايه؟ ده كل اثار العالم، انا بقول لحضرتك معبد واحد 65 فدان في يعني البحيره المقدسه وفي اماكن مهمه جدا، وارجو ان حضرتكم تروحوا تزوروه، وبالتالي ان احنا نعمل على الكباش فده رمز مهم جدا، لان كان دي بيسموه طريق المواكب، وده كان بيربط من معبد الاقصر ومعبد معبد الكرنك، فمن هذا الاطار احنا عندنا نهضه صحيه انا بعتقد ان هي اكثر من رائعه، يا ريت ان احنا نهتم احنا داخلين على اجازات وفي الشتاء ونروح الاقصر ونروح اسوان ونعيد ونشيد، احنا 110 مليون، ارجو ان 10 مليون فقط تروح هذه الاماكن عشان السياحه ترجع تاني، كل واحد ياخد اسرته وبالمره نتعرف على تاريخنا وتاريخ اجدادنا وهذا الملك العظيم الملك رمسيس الاول، الملك ده المبهر اللي هو اسس الاسره 19 اللي ساهمت في نشر ان خلت مصر دوله عالميه، لان بعد كده دخلنا في منطقه الشام منطقه العراق وصلنا حتى حدود جبال طروس اللي هي موجوده عند تركيا، وبالتالي حصلت نهضه ثقافيه واقتصاديه وعسكريه في هذا المجال، حضرتك لما تخش في مقبرة رمسيس الأول هنشوف إيه؟ هنشوف مجموعة من كتب الموتى، لأن جدا طب مجدي أنا عايز بالراحة كده أتخيل مع حضرتك إحنا واقفين على باب المقبرة وهندخل، هنتحرك إزاي ولا إيه؟ والله يا فندم حضرتك هو التابوت أول قصة الملك رمسيس الأول قصة جميلة، ولأنه سنة 1891 كان يعني واحد إيطالي اسمه بلزوني كان اكتشف المقبرة وللأسف سرقوا التابوت بتاعه، ولكن تمكنا من إعادته سنة 2008 وأعدناه للمقبرة مرة أخرى، فحضرتك هتخش في جوه المقبرة هنشوف مجموعة من كتب الموتى، إيه كتب الموتى؟ جدك كده كان عشمان تنيب في حياة أخرى وحياة تمام. أبدية تمام. وبالتالي عمل لنا مجموعة من كتب الموتى عاملة زي كده القرآن أو الإنجيل وضعه لنا بالألوان بتاعتها الجميلة بكل النصوص بتاعتها الجميلة، فحضرتك لما تخش المقبرة هتجد مجموعة من كتب كيف تخيل جدك الجنة وكيف تخيل النار وكيف تخيل الحساب والثواب والعقاب، فاحنا هنطلع بمقولة مهمة جدا إن جدك ما كانش وثني وإن جدك كان عنده تخيل للجنة والنار والفكر وإن هو كان مسخر كل حياته للعالم الآخر، يعني كلمة إن الإنسان المصري مؤمن فهو مؤمن من صلاحنا ربنا خلقه من قديم الزمن بالضبط يا فندم، الايمان هي بلد الايمان هي ويمكن المثل يمكن المثل عندنا مصر مؤمنه بالفطره، والله يا فندم ده حقيقه وكل الاديان السماويه، انا نفسي حضرتك تقرا كده يعني في من كتاب رمسيس الاول في حاجه اسمها كتاب الخروج للنهار، تخيل كان بيعتبر ان موته بعد موته اسمه كده خروج للنهار، كل الكتب السماويه خدت من كتاب الخروج للايه الخروج للنهار، وبالتالي مقبره رمسيس الاول هي مقبره من اهم واجمل المقابر في وادي الملوك في منطقه البر الغربي من الاقصر، ارجو ان كل الناس تروح تزور هذا المكان لاكثر من رائع، وفرصه ان احنا داخلين على اجازه السنه والوزير فتح لنا امبارح طريق الكباش بجانب اللي هو هذه المقبره، فانا بعتقد ان فرصه رائعه ان احنا نشوف هذا المكان لاكثر من ساحه، والاجانب بيجوا من اقصى الدنيا ومن كل الدنيا عشان نشوف منطقه وادي الملوك، دي فرصة ان احنا نشوف هذا المكان الرائع.
استاذ مجدي، يعني حضرتك شوقتنا كده ان احنا يعني 10% بس من الشعب المصري 10 مليون لو راحوا ذهبوا الى هذه الاماكن هيثقفوا انفسهم واولادهم ويعرفوا تاريخ بلادهم ويكون في تنميه سياحيه عندنا بالفعل، مش محتاجين حد يجي لنا من بره ويجيب لنا كورونا معاه. والله يا فندم، اولا هي البلد هناك في ولا من كل الدرجات كروزر فيها، اولا في درجه ثالثه ورابعه يعني كل واحد على حسب امكانه، وفي كروزه برضو اللي هي من الاقصر واسوان، في اماكن كتير جدا، في بيوت شباب، حتى الشباب اللي ما عندوش قدره ماليه وزاره الشباب والرياضه عامله لنا مشروع اكثر من مجموعه من القطارات عامله ثلاث اكواد خاصه في اجازه السنه، بتروح من الاقصر والاقصر واسوان، ويمكن المبلغ بيعتبر قليل جدا جدا، فالشباب ممكن يروح وزاره الشباب والرياضه او يروح على موقع وزاره الشباب والرياضه ويقدم ويستطيع ان هو يقضي رحله لمده 4 أو 5 أيام عن هذه عن يروح لاقصر واسوان. في اكثر من وسيله، فاحنا نتمنى عشان يحصل رواج للفنادق، لان عارف حضرتك الطلع السياحي متاثر بقاله 3-4 سنين، فاحنا ليه ما احنا كمصريين ما نساهمش في تطوير القطاع السياحي بدل ما نروح تركيا او لبنان او كده، نروح برضه ولكن بلدنا اولى. اكيد بلدنا اولى باستثمارنا وبلدنا فيها اماكن جميله اكثر من ساحره. النيل والله العظيم يا دكتورنا في اسوان ساحر، النيل في حد حتى الناس اللي مش فاهمه الاثار بقول لهم روحوا اتصوروا هناك، روحوا اتصوروا في النيل، النيل هناك حلو جدا، الصخور هناك. استاذ مجدي ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ تحت امرك يا فندم. انا عايز تكون معايا في الاستديو هنا ونقدم حلقه عن اثار مصر ونهديها للشعب المصري ونعرفه حتى يكون رؤية أمامه إذا ذهب إلى هذه الأماكن. أنا شرف لي، أتمنى والله وإحنا داخلين على الأجازات عيد الميلاد وأجازة نص السنة هرتب مع حضرتك بعد الهوى. الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين، شكرا لحضرتك وكل عام وأنت بخير. مشاهدينا الكرام، يعني هذه هي مصر دائما وأبدا في القمة، في القيادة، في الريادة، شاء من شاء أبى من أبى. مصر تنطلق في 2021، قريبا إن شاء الله سيرى الشعب المصري ويجني ثمار سنوات ربما كانت صعبة رغم الألم، لكن مصر تعيش بالأمل. ننعي مرة ثانية الأخ الزميل الذي توفاه الله هذا الأسبوع، الأستاذ خالد الناقر المدير المالي للقناة، للفقيد الرحمة والصبر والسلوان. والله كأني أراه أمام عيني في القناة، يعني حزنت حزنا شديدا، فخالص العزاء لأسرته وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أيضا أسرة برنامج مع القادة تتقدم بخالص العزاء لأسرة الأستاذ وحيد حامد عمود الدراما المصرية، للفقيد الرحمة وللأسرة الصبر والسلوان. سبحان الله، كل يوم بنودع أحباب وأصدقاء، يا ترى الدور على مين؟ الله أعلم. نسأل الله أن يحسن لنا الختام. ملك الموت لفة كده تخطى رقابنا حتى حصد رقاب غيرنا، غدا سيتخطى رقاب غيرنا حتى يحصد رقابنا. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه وأن يرفع عنا الوباء والبلاء. في ختام حلقتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وأمنها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر ومن أحبها. إلى أن ألتقي بحضراتكم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.